هذه أول جامعة في الكويت راح تتخصص في صناعة الأفلام، وإن شاء الله راح تكون راح يكون تخصص ناجح جدا، لأن إقبال الطلبة اللي شفناه من هالأسبوع جدا جدا حلو. كانت أيام حافلة بالنقاشات وفي الوركشوبس وفي يعني الندوات اللي متخصصة في السينما، وكان حقيقة نفتقر إلى هذا النوع من الأنشطة، والحمد لله رب العالمين نتائجها كانت مبهرة وأكثر من مبهرة. أقول أول شيء أتقدم جزيل الشكر للجامعة الأمريكية علي الغانم على اهتمامهم بشيء اسمه فن السينما، وهذا نادر ما تحصل في الوقت الحاضر، لأن احنا ما بقول متأخرين، احنا بعد ما بدينا بالأفلام اللي قدمناها نعتبر روحنا هذه، كل اللي صار هذا خطوة. مشكورين على اهتمامهم، مشكورين على المسابقات، شاركوا أهل الكويت وشاركوا ناس من برا. المهرجان يساعد الشباب انه ينهض ويبادر الى انه ينتج افلام، والى صناعة الافلام تكون ايضا في المقدمة، خصوصا على مستوى مثلا المنطقة. شفنا هي ما شاء الله، يعني انا من السعودية وجيت ما شاء الله شفت الكويت جدا جدا يعني مرحبة، وأيضا الشباب فعالة في هذا المجال. نخلي الـ AIU تكون مكان، الجامعة هذه تكون مكان حق المخرجين والمنتجين والفنانين وكل من يحب الفن، وخصوصة الأفلام الصناعية والسينمائية. والحمد لله بمشاركة اليوم المشاركين سواء من مخرجين، من فنانين، من سيناريو ريست، كتاب، تكلل ختام الفعالية بكل نجاح وبكل الحمد لله إبهار. وزعنا جوائز على أفضل الأفلام من ناحية الارت دايركشن ومن ناحية الشورت فيلم وأكثر من كاتيجوري غيرهم. استأنسنا، استمتعنا، وتشرفنا بحضورنا كله. And opportunities for filmmakers, students, visionaries, and creatives to network, to learn, and to be exposed to the vibrant work that is going on in the cinema industry in Kuwait and the GCC. ونتطلع إلى السنة الجاية إن شاء الله من الـ AIU Film Festival 3. إن شاء الله راح يكون أكبر وفي مواهب أكثر كويتية. والشباب حطوا بالكم، ترى السينما الكويتية بدأت من العام، ما أقول من السنين طافت، من العام.